يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الاثنين طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على معظم الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 34، الصغرى 25، الإسكندرية 31، 25، مطروح 30، 23، بورسعيد 31، 25، الإسماعيلية 33-23 وجوها حار. بالنسبة للسويس 35-24، العريش 32-24، طابة 39-26، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 43-28، أسوان 44-29، الوادي الجديد 41-26، شلاتين 39-28، حلايب 36-27 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.